ذكرت بطبيعة الحال تكلمت باسم التجمع، ذكرت حزب جبهة التحرير الوطني، ذكرت تاج صديقي عمار غول، وذكرت الأنبياء تاع سي عمارة بن يونس. قلت لي لماذا؟ صح، في أربعة يساندوا الرئيس، ما هوش باش نهرب لك الجواب، نرجع ليه. الجماعة اللي راه متحالفين في أقطاب أخرى، متحالفين على شيء، متحالفين على معارضة النظام كما يقول، حتى عندهم تناقضات، وسامحيني ما ندخلش في التفاصيل احترام للكل، تناقضات في المذاهب والمشارب السياسية، لكن ضد النظام تحالفوا. جماعة النظام تتحالف واش تجيب زيادة؟ إلا نخدموا كل واحد وحده، كل واحد راه قايم بدور، إلا نكملوا نخدموا كل واحد وحده مع بعض، يكون دور أقوى، يكون دور أقوى سواء في الساحة السياسية. شوفي مدام، نروح لك حتى للرسالة تاع السيد رئيس الجمهورية يوم 19 مارس اللي قالوا عليها ماشي رسالته وكذا، لا قال لك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ما يهاجمش، واش خداه هاجم؟ انا نقول لك واش السبب تاع الرسالة. اذا كان ندير تحليل يلزمني انا، التحليل هو قلة وجود الحلفاء، المعارضة ماهيش قوية، ماهيش باش نقزمها، قوتها سكوت القطب تاع جماعة النظام كما يسمونها، بالاحترام الحجة بالحجة والدليل بالدليل والنشاط بالنشاط المقابل، ماهوش المضاد، ساحة ساحة الكل. إذن كي نتكلموا على واش قادر واش ناوي يجيب التحالف أو القطب، خلينا نتلاقاو ونشوفوا واش باغيين مع بعض، لأن ما جيناش نفتوا على الناس، احنا مدينا قدمنا دعوة، مقتنعين أن تضافر الجهد لجماعة ماشية في نفس الاتجاه سيعزز فعالية العمل تاع الجماعة هذه، ليس في تناحر مع الآخرين لكن في نقاش وتضارب الأفكار، وهما معارضة وإحنا أغلبية. هذا الجواب. مازال عنده سؤال ثاني. سؤالك الثاني، في الوقت اللي هناك انشغالات اقتصادية، وشنية أولوية التجمع؟ أولوية التجمع في هذا المجال نحطها على زوج نقاط. النقطة الأولى هي توعية الشعب الجزائري لازم له الحقيقة، وتوزيع الأدوار. الهيئات اللي تسير ربما عندها هامش، الهيئات اللي ما تسيرش أحزاب جمعيات نخبة لها دور ربما شوية أبعد. علاش؟ قلت الأولى يعطى الحقائق، الثانية التجنيد.